وبهذه المناسبة يسرنا أن تنضم معنا عبر الهاتف سعادة الأستاذة هالة بنت محمد الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة. أهلا بك في نشرة أخبار الثامنة. سعادة الأستاذة هالة، بالأمس شهدنا حفل افتتاح نصب المرأة البحرينية أثر والاحتفاء بنخبة من المؤسسات والمشاريع وشخصيات كذلك تحت رعاية كريمة لصاحبة السمو الملكي قرينة العاهل المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بمناسبة احتفالات البلاد بيوم المرأة البحرينية. وتبع الجميع الزيارة التي قامت بها الدكتورة سيما بحوث وكيلة للأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. حدثينا أكثر عن هدف الزيارة وأهم مخرجات هذه الزيارة. مرحبا، الله يسلمك وشكرا على الاستضافة. أول شيء قواكم الله خواتي على التغطية التلفزيونية المكثفة اليوم لتسليط الضوء على هالمناسبة العزيزة على قلوبنا ومن عوادة والبحرين وأهلها في رفعة وأمن وأمان. وبالنسبة لزيارة وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة فهي تأتي في نطاق التعاون المشترك بين البحرين وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لتفعيل مذكرة التفاهم اللي تم توقيعها بين الجانبين قبل تقريبا 7 سنوات، وكان هدفها الأساسي وبترحيب طبعا من الهيئة الأممية أن تتمكن البحرين من نقل تجربتها في مجال تقدم المرأة للمجتمع الدولي وتوضيح حجم الإنجاز الحاصل على أرض الواقع. ومن أهم نتائج التعاون في حينه هو قرار الهيئة بتبني جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة في نسختها الوطنية، ومن ذلك الحين والجائزة العالمية في انتشار ومؤشرات الإقبال عليها في تزايد، وتواصل لجنة التحكيم الدولية في اقتراح المناسب لتطويرها. وطبعا بالأمس شهدنا جميعا الإعلان عن نتائج النسخة الثانية، نتائج الجائزة في نسختها الثانية بفوز عدد من المبادرات والمشاريع وفوز شخصية ضمن فئة الأفراد من حول العالم، وجميعها قدروا أنهم يوفون معايير الجائزة وتكون لمشاريعهم أثر ملموس على حياة النساء أو أسرهم اللي هالمشاريع تتوجه لها. وبناء على هالنتائج الطيبة للتعاون بين الجانبين وخلال الزيارة، خلال زيارة وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، قمنا بوضع عدة مواضيع وتباحثنا بشأنها، سواء على صعيد مثلا الشوط الكبير اللي قطعته البحرين تجاه أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالمرأة بشكل مباشر، تميز تجربة مكاتب الحماية الأسرية في مراكز الشرطة ودورها في احتواء قضايا العنف الأسري. هاي من الأمور اللي دائما المجتمع الدولي يهتم بها والبحرين عندها تجربة طيبة في هالمجال. في تصور جديد تم أيضا مناقشته مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة حول تقرير التوازن بين الجنسين، بحيث أنه يكون له تقارير فرعية نوعية للتركيز على الفجوة بين المرأة والرجل في قطاعات اقتصادية حيوية. فهاي هو كان ملخص الزيارة. نعم، سعادة الأستاذة هالة بنت محمد الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، شكرا جزيلا لك.